بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة الـ 12 أو المحاضرة الأخيرة في كورس الاستاتيك بتاعنا، واللي هنشرح فيها شابتر 10 اللي هو عنوانه المومنت اوف انرشيا. يعني ايه مومنت اوف انرشيا؟ مومنت اوف انرشيا ديت كونستانت، من ضمن الكونستانت اللي بيمتلكها الريجيد بودي. مومنت اوف انرشيا يعني ايه الكلام دوت؟ يعني البادي دوت بيبقى ليه بروبارتس، البروبارتس ديت من ضمنها ان هو يكون بيمتلك كمان ايه؟ مومنت اوف انرشيا، هندي له رمز اي. ايه بقى المومنت اوف انرشيا ديت؟ المومنت اوف انرشيا دي سكيلر كوانتيتي، سكيلر كوانتيتي ريبريزنت او بريزنتس ذا ريزيستنس of the body to rotate. يعني انا لو عايز امسك body اعمل له rotation فبلاقي فيه resistance للروتيشن ديت، البادي مش عايز يدور. طيب الريزيستنس ديت بيتحكم فيها ايه؟ قال لي بيتحكم فيها الثلاث حاجات، بيتحكم فيها الماس بتاعه البادي، الماس اوف ذا بادي، والدايمنشنز بتاعه البادي، واخر حاجه هي اللاين اوف روتيشن. يعني احنا لو جبنا 4 بيبان مثلا، باب خشب، باب حديد، باب نحاس، والاربعه كانوا بنفس الدايمنشنز ونفس الاكسس اوف روتيشن، انا حاطط مفصلات عند طرف الباب. السؤال بقى، هل المومنت اللي هبذله عشان ادور الباب ده لو كان حديد هيبقى مساوي لو كان نحاس؟ هل مساوي لو كان لكن نحاس او حديد او خشب؟ طبعا هتختلف. ليه؟ لان الماس هنا مختلف. طب انا لو جبت 3 بيبان حديد بس غيرت الاكسس اوف روتيشن، اللاين اوف روتيشن غيرته، هلاقي ان المقاومه مختلفه. طب لو جبت 3 بيبان حديد وحطيت الاكسس اوف روتيشن هو هو بس غيرت في شكل الباب، خليت شكل الباب الاولاني غير الثاني غير الثالث، هلاقي برضو مقاومه الباب للدوران بتبقى ايه؟ بتبقى مختلفه. المقاومه دي بتظهر في ايه؟ بتظهر في المومنت اللي انا ببذله. انت طبعا عشان تعمل روتيشن لبادي لازم تعمل ايه؟ لازم تبذل مومنت. يعني انا لو جيت رسمت باب كده والباب دوت انا عايز اعمل له روتيشن، اهو ادي باب اهو، وجيت حطيت مفصلات هنا وعايز ادور الباب في الدايركشن ده مثلا، هحتاج ايه؟ هحتاج مومنت. المومنت ده قيمته بتختلف باختلاف الاي اللي بيمتلكها مين؟ الاي اللي بيمتلكها البادي دوت. في كونسبت تاني او في مسمى تاني للمومنت اوف انرشيا اسمه سكند مومنت اوف اريا، سكند مومنت اوف ايه؟ اوف اريا. السكند مومنت اوف اريا برضو هنديها رمز اي، يعني احنا هندي الاي دوت للمومنت اوف انرشيا وكمان للسكند مومنت اوف اريا. المومنت اوف انرشيا بتقول ايه؟ بتقول ان انا لو عندي بوينت كتلتها ام وكنت عايز ادورها حوالين اللاين دوت، فيبقى البعد ما بين البارتكل اللي ليه ماس ام دوت واللاين هي ار، فتبقى الاي حوالين اللاين دوت بتساوي ايه؟ ام مضروبه في الار سكويرد. الماس مضروبه مين؟ مضروبه في الار سكويرد. طب لو انا بتكلم على سكند مومنت اوف اريا، لو انا بتكلم على سكند مومنت اوف اريا هناخد كونسبت شبهه كده، هو شبهه لكن طبعا ملهوش فيزيكال مينينج زي المومنت اوف انرشيا. ان انا عندي بارتكل هنا لاريا اي على بعد ار وعايز اعمل له روتيشن حوالين اللاين ده، يبقى الاي حوالين اللاين دوت هتساوي ايه بقى؟ اي مضروبه في مين؟ مضروبه في الار سكويرد. عشان احسب السكند مومنت اوف اريا او ممكن نسميها كمان المومنت اوف انرشيا، المسمين مش هنختلف ما بينهم مع بعض، قال لي في طريقتين يوزنج ايه بقى؟ يا اما يوزنج الانتجريشن، ان انا اجيب المومنت اوف انرشيا ديت باستخدام الانتجريشن، يا اما اجيب المومنت اوف انرشيا ديت يوزنج الكومبوزيت بوديز، الكومبوزيت بوديز. طبعا احنا اخدنا الطريقتين دول واحنا بنشرح سوا السنترويد، قلنا ان انا ممكن اجيب السنترويد باستخدام
الانتجريشن او ان انا اجيب السنترويد باستخدام ايه؟ باستخدام الكومبوزيت بودي. طب هجيب ازاي المومنت اوف انرشيا باستخدام الانتجريشن؟ تعالوا كده نقول اول ميثود لينا باستخدام الانتجريشن. عشان تعالوا كده ناخد صفحه زياده. لو انا اقول لو انا هجيب بالانتجريشن يوزنج الانتجريشن اهو تعالوا نجيب كده المومنت اوف انرشيا يوزنج الانتجريشن. هيبقى عندك شيب اهو ادي اكس وادي واي اهو ادي اكس وادي واي وانا عندي شيب اهو والشيب ده عايز اجيب له المومنت اوف انرشيا حوالين الواي مثلا. يعني انا جيت طلبت منك المومنت اوف انرشيا حوالين الواي هيبقى اسمها ايه؟ هيبقى اسمها اي واي. هقولها لك ازاي؟ هقول لك determine the moment of inertia about الواي اكسس. في الحالة ديت هقول لك بقى step 1 take an element parallel to y axis. ركزوا معايا بقى في ديت. يبقى انا لو عايز اجيب المومنت اوف انرشيا حوالين الواي اخد element parallel للواي. طب يلا اهو ادي الشكل بتاعه اهو هبدا اخد ايه؟ اخد element اهو parallel لمين؟ parallel y. الالمنت دوت خواصه ايه؟ هيبقى طوله واي اي واي والثيكنس بتاعه هو ايه؟ دلتا اكس وبيبعد عن الاورجن اي اكس. الخطوه الثانيه ستيب 2 البروبرتس اوف ذا اليمنت. بروبرتس اوف ذا اليمنت الاليمنت اللي هو ده اللي هو واي دي اكس ده الاريا بتاعته بكام؟ قال الاريا بتاعته واي مضروبه في الدي اكس. طب الاي للاليمنت حوالين الواي هتساوي ايه؟ بصوا كتبتها ازاي؟ كتبتها دي اي واي هتساوي ايه؟ على حسب الرول هتساوي اكس سكويرد مضروبه في الدي اي. يعني البعد ما بينه عن ما بعد ما بينه عن اللاين سكويرد في مين؟ في الدي اي. طب ما انا لو جيت عملت سبستيتيوشن هيبقى الاكس سكوير اهي زي ما هي هشيل الدي اي واكتبها ايه بقى؟ واي دي اكس. واي ايه؟ واي دي اكس. الخطوه الثالثه والاخيره ستيب 3 هعمل انتجريشن. هعمل ايه؟ هعمل انتجريشن. هقول له ايه؟ هقول له ان الاي واي بتساوي الانتجريشن بتاع الدي اي واي. يعني هتساوي الانتجريشن هشيل بقى الدي اي واي واكتبها ايه؟ اكس سكويرد في واي مضروبة في الدي اكس. طبعا انتجريشن زي دوت انتجريشن زي ده هيبقى فيه مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان انت عندك واي ودي اكس. هتلاقي بقى هو للكيرف ده مدي لك ايكويشن ما بين الواي وما بين الاكس. واي از ا فانكشن اوف اكس يوز الواي از ا فانكشن اوف اكس تو ايه؟ تو كومبليت ذا انتجريشن. تو كومبليت ذا ايه؟ ذا انتجريشن. يعني معنى كده يا دكتور ان انا عشان احل المساله لازم اخد element parallel للاكسس اللي هو طالبه. اقول لك اه بس مش قوي. تعالى ادي لك حل كده والحل ده تستخدموه على طول. لو انا جيت اخدت element بالمنظر ده اهو فالelement دوت طوله y وعرضه دي x وبيبعد اي x. خلي بالكو الاليمنت ده ماله؟ الاليمنت ده بارلل للواي اكسس. يبقى معنى كده ان الدي اي واي هتساوي ايه؟ هتساوي اكس سكوارد دي اي. الدي اي واي هتساوي ايه؟ اكس سكوارد دي اي. طب لو انا جيت اخدت اليمنت بالمنظر ده الاليمنت ده بارلل لمين؟ الاليمنت ده طوله اكس وتخانته دي واي وبيبعد اي واي. الاليمنت ده element parallel للاكس اكسس.
يبقى معنى كده ان الدي اي اكس هتساوي ايه؟ واي سكوارد دي ايه. يبقى انا باخد البعد اللي ما بينه وما بين اللاين البارلل ليه سكوارد في الايه؟ في الاريا. طب يا دكتور يعني معنى كده ان هو لو في المساله قال لي هات لي الاي اكس وهات لي الاي واي، او ما انا بقى اخد مره اليمنت بارلل اكس واليمنت بارلل واي، اقول لك اه بس خلي بالك ليها حل. ايه الحل؟ لو انت كنت واخد الاليمنت بارلل للواي بس لامس الاكس، يبقى الدي اي اكس هتساوي طول الاليمنت سكوارد على 3 في الاريا. طول الاليمنت، الاليمنت طوله واي، ده كده طول الاليمنت سكوارد على 3 في الاريا. طبعا ده قانون ليه بروف بس مش موضوعنا، اثباته سهل بس مش موضوعنا خالص دلوقتي. طب هنا قال الاليمنت ده بارلل للاكس بس لامس الواي، يبقى الدي اي واي هتساوي ايه بقى؟ طول الاليمنت، طول الاليمنت سكوير على 3 في مين؟ في الاريا بتاعه الاليمنت. يبقى انا هنا قدرت ان انا اجيب المومنت اوف انرشيا اكس وواي باستخدام اليمنت ايه؟ باستخدام اليمنت واحد. طبعا ده هيسهل لي الحسابات وهيأثرها وانا بحل الايه؟ وانا بحل المسائل. طيب مسألة زي كده، في المسألة ديت بصوا صيغة السؤال ايه؟ بيقول لي determine the moment of inertia of the area about مين بقى؟ about ال x axis ده أول حاجة، و about ال y axis دي الحاجة التانية، وبعد كده هات لي ال polar moment of inertia at the origin. سيبوا ديت لما نوصلها بشرح لكم يعني ايه. تعالوا الأول نجيب مين؟ هو عايز يجيب ال i x، ادي الترجمة، وعايز يجيب الاي واي دي الترجمه. قصه بقى بولر مومنت اوف انرشيا ات ذا اوريجين يعني عايز يجيب الاي او. ايه قصه الاي او دي؟ قال لي بص شايف الباب الازرق ده؟ الباب الازرق ده انا عايز ادوره حوالين الاكس كانه باب وعايز الففه حوالين الاكس، يبقى انا عايز اجيب اي اكس. الباب ده عايز ادوره حوالين الواي يبقى اي واي. طب لو كان الباب ده عايز ادوره حوالين الزد، الزد اللي هو او بقى، شايفين كان ورقه كانه قلم او خط مارر بالصفحه، عمودي على الصفحه مارر بنقطه او، وانا عايز الفف الورقه في الصفحه دي. يعني انا تعالوا كده ارسمها لكم 3 دي. يعني انا قلت ادي الاكس اهو، وادي الواي، وادي الزد اهو، اهو اكس، ادي اكس، وادي واي، وادي زد. جيت انا رسمت لكم البادي كده اهو، جيت عملته كده اهو، ده الاوبجكت بتاعي. الاوبجكت ده لو جيت ادوره حوالين الاكس يبقى اللي انا عايز اجيبها هي مين؟ هي اي اكس. ولو جيت ادوره حوالين الواي يبقى الدوران ده هو مين؟ هو اي واي. طب لو جيت ادوره حوالين الزد يبقى مين؟ يبقى اي زد. الاي زد ما بنقولش اي زد بقى، بنقولها بالنقطة اللي الزد مر بيها، فالنقطة اللي مر بيها هي اسمها مين؟ هي اسمها O، فبنقولها بدل I زد بنقولها مين؟ بنقولها I O، وبيبقى اسمها إيه بقى؟ اسمها Polar Moment of Inertia. طب بنجيبها إزاي ديت؟ قال لي الـ I O دي اللي هي الـ I زد بتساوي الـ I X بلس الـ I Y. يعني مش هنحسبها من تاني، لأ، أنت تحسب بس الـ I X والـ I Y وتجمعهم تبقى جبت مين؟ تبقى جبت الـ I O. طب يلا بينا احل مساله زي دي ازاي. الخطوات كانت في الصفحه اللي قبلها، قلنا اول حاجه تيك ان اليمنت، بس هنا بقى مش هقول لك بارلل لفلان، انا هقول لك ايه؟ تيك سيوتبل اليمنت اهو. ستيب 1 تيك سيوتبل اليمنت. طبعا رسمه زي كده واضح ان السيوتبل اليمنت هيبقى فيرتيكال اهو، شايفين ادي السيوتبل اليمنت بتاعي اهو. الاليمنت دوت هيبقى طوله كام؟ هيبقى طوله واي وتخانته دي اكس، وبيبعد عن الواي مسافه ايه؟ اي مسافه اكس. خلي بالكم ان الاليمنت ده، الاليمنت ده بارلل لمين؟ بارلل للواي اكسس. يبقى معنى كده ان الدي اي واي هتبقى اكس سكوارد دي ايه، وهتبقى الدي اي اكس
هتبقى كام؟ طول الاليمنت سكوارد على 3 في الاريا. طبعا الاريا بتاعتنا هتبقى سهله، الاريا بتاعتنا كام؟ هي واي دي اكس. طب يلا ستيب 2، ستيب 2 هنعمل انتجريشن. هنعمل ايه؟ انتجريشن. تعالوا نعمل انتجريشن. اول حاجه هقول له ان الاي واي هي انتجريشن، او تعالوا نقول الاي اكس، الاي اكس هتبقى انتجريشن الدي اي اكس، يعني هتبقى انتجريشن، هشيل بقى الدي اي اكس واكتبها كام؟ واي سكوارد على 3 دي اي، هشيل الدي اي واكتبها واي دي اكس، واي مضروبه في الدي اكس، يعني واضح ان كلها على بعضها بقت ايه؟ واي باور 3 على 3 مضروبه في الدي اكس. طب انا هنا عندي بقى معادله لازم استخدمها، ايه هي المعادله؟ معادله المساله ان الواي سكوارد بتساوي 2 اكس، يعني معنى كده ان 2 واي دي واي بتساوي 2 دي اكس. اشطب بقى على الاثنين ديت، يبقى انت ممكن تتخلص من دي اكس وتحطها بكام؟ بواي دي واي. يبقى انا هقول له ان الانتجريشن بتاعك بقى واي سكوارد على 3 في واي، الدي اكس بقى اشيلها واحطها بكام؟ بواي دي ايه؟ دي واي. اصبح هنا الانتجريشن بالنسبه للدي واي. طب وهي الدي واي بتتغير من كام لكام؟ قال لي من 0 ل 2 اهو، القيمه هي من 0 ل 2، يبقى من 0 ل 2. طبعا ده انتجريشن سهل خالص، هي دي كده واي باور كام؟ هنا 1، هنا 1 كمان، واي باور 4 هتبقى 1 ثيرد من الواي باور 5 على 5، وسبستيتوت من كام لكام؟ من 0 ل 2، يعني تدينا 1 اوفر 15 في 2 باور ايه؟ باور 5. اللي هيطلع اليونت بتاعته هتبقى ايه؟ هتبقى متر باور 4، لان انا ضربت ايه؟ بعد سكوارد في اريا، ده سكوارد وده سكوارد، يدينا متر باور ايه؟ متر باور 4. طب ما هو نفس الكلام، عايز اجيب الاي واي، الاي واي هتبقى انتجريشن الدي اي واي، يعني هتساوي انتجريشن، هشيل الدي اي واي واكتبها ايه؟ اكس سكوارد مضروبه في الدي اي. طب ما انا هشيل الدي اي واكتبها واي مضروبه في الدي اكس. هنا هتخلص من اكس سكوارد، تعال اتخلص من اكس سكوارد. الاكس سكوارد هتساوي ايه؟ الاكس سكوارد هتساوي من هنا، هي الاكس الواحده بتساوي واي سكوارد على 2، يبقى واي باور 4 على 4. يبقى انا هقول له هنا واي باور 4 على 4، ده تعويضه مين؟ الاكس سكوارد وفي واي، وهشيل الدي اكس واكتبها واي دي واي. هنا الانتجريشن من كام لكام؟ برضو من 0 ل 2. دي كده واي باور كام؟ واي باور 6، يبقى 1 اوفر 4 في واي باور 7 ديفايدد باي 7، من 0 ل 2، يعني 1 على 4 في ايه؟ في 2 باور 7 على 7، وبرضو اللي هيطلع اليونت بتاعتها هتبقى متر باور 4. طب هو عايز كمان البولر مومنت اوف انيرشيا، فين بقى؟ at the origin، at the origin، يبقى ال i o هتساوي i x plus ال i y، يعني اللي انا حسبته من ال x دوت واللي انا حسبته من ال y اجمعهم مع بعض يدينا مين؟ يدينا ال i o، واليونت بتاعتي برضو هتبقى متر باور 4. امال ايه اللي هيختلف من مساله للتانيه؟ يعني هل بقى في كل مساله انا هحتاج ستابس تانيه ولا نفس الستابس؟ قال لي نفس الستابس، يعني انت حضرتك في كل مره هتاخد element، الاليمنت ده مناسب للشكل اللي انت بتدرسه، وتشوف بقى الشكل ده parallel للواي ولا parallel للاكس، وتكتب الرولز بتاعتك زي ما علمتكم، بعد كده تعمل انتجريشن للاكس وللواي، ولو هو طالب البولر مومنت في انيرشيا تبدا تجمع اي اكس بلس مين؟ بلس اي واي. يبقى من مساله للتانيه كل اللي هيختلف هو شكل المعادله اللي الراجل هيدان. هو ده كل اللي انا محتاجكم تعرفوه في ايه؟ في قصه الانتجريشن. طب تعالوا بقى للطريقه الثانيه اللي هي يوزنج الكومبوزيت بادي او كومبوزيت ايه؟ بوديز.
زي ما اتعلمنا في السنترويد كومبوزيت بارز يعني اشكال اوريدي انا حافظها. طب احنا هنتكلم على ايه؟ احنا هنتكلم على الاريا بس، خلي بالكم من ديت، هنتكلم على الاريا بس. طب ايه الاشكال اللي انا مطالب ان انا احفظها؟ الشكل الاولاني هو الريكتانجل، ادي الريكتانجل اهو، اهو كام في كام؟ قال لي اتش في بي. فالريكتانجل دوت انا عايز ادور الباب ده، تخيلوا ان هو باب وانا عايز ادوره حوالين الاكسس ده، يعني تعالوا كده نختار اللون، لون تاني اهو، هندوره حوالين الاكسس ده. الخط ده احفظوا بقى معايا، قطع البي، قطع مين؟ قطع البي، يبقى الاي حوالين اللاين ده هتساوي ايه بقى؟ خلي بالكم بنسميها اي جي، اي عند الجي بتساوي ايه؟ بتساوي بي، ماشي، بي سكوارد على 12 في الاريا، بي سكوارد على 12 في مين؟ في الاريا بتاعت الشيب ده. طب لو انا طلبت المومنت اوف انرشيا حوالين اللاين ده، اللاين ده قطع مين؟ قطع الجي والهايت اتش، يبقى الرول بتاعك هنا هيبقى لو ديت سميناها اي جي واي مثلا هتبقى ديت اي جي ايه؟ اي جي اكس، هتساوي ايه؟ خلي بالكوا ده قطع الاتش، فهتبقى اتش سكوارد على 12 في الاريا. الرولز دي احنا جبناها من الانتجريشن برضو، اخدنا element وعملنا integration ووصلنا للرولز دي. طب لو انا عندي circle او لو انا عندي مثلث right angle، right angle triangle اهو اهو، وعايز اجيب مين؟ تعالوا كده نمسح الرسمة المكعبلة ديت ونشوف كده ايه، نرسم رسمة تاني. يلا بينا نرسم رسمة تاني، فين الرسومات؟ اهي شيبس اهي. تعالوا احنا عايزين ايه؟ عايزين مثلث، تعالوا نرسم مثلث رايت انجل اهو، ناخد اللون ده مثلا. عارف ليه ما بيرسمش؟ طيب تعالوا نرجع للايه، للخط العادي بتاعنا، طالما مش انا شكلي انا لسه مش عارف الرسم بيه اهو. نرجع تاني للقديم اهو، نرسم بخط فري هاند كده، ده كده اتش وده كده مين؟ بي. فاكرين الجي كانت فين؟ الجي كانت تلت وتلت، كانت الجي موجوده هنا وكانت على بعد من هنا بي اوفر 3، وكان على بعد من هنا هو مين؟ اتش اوفر 3. فلو احنا عايزين نجيب، لو تخيلنا ان الباب على شكل مثلث يعني، وعايزين ندوره حوالين اللاين ده، اللاين ده مر بالجي اهو، يبقى الاي بتاعته هتساوي ايه؟ هو قطع مين؟ قطع الاتش، يبقى اتش سكوارد على كام بقى؟ على 18 في الاريا. طب ولو انا عايز اجيب الاي حوالين اللاين ده اهو، اللاين ده قطع مين؟ هيقول اللاين ده قطع البي، يبقى الاي جي واي هنا هتساوي ايه بقى؟ بي سكوارد على 18 في الاريا. واضح ان القانون شبه القانون، بس بايه الفرق؟ هنا 12 وهنا 18. طبعا الاريا بتاعه المثلث هاف بيس في هايت، اريا المثلث هاف بيس في ايه؟ في هايت، يبقى الاريا هنا هاف بيز فايت، اعوض عنها في الرول ده. اخر شكل محتاجكم تحفظوه هو السيركل. ان لو عندي ايه؟ لو عندي سيركل، لو عندي سيمي سيركل اهي، ولو عندي كوارتر سيركل، ولو عندي ايه؟ كوارتر سيركل. قال لي ان انت لو عايز تدور حوالين اللاين ده، شايفين اللاين ده قطع مين؟ قطع السنتر هنا والسنتر هنا وهنا برضو. الاي حوالين اللاين ده بتساوي ايه بقى؟ بتساوي ار سكوارد على 4 في الاريا، ار سكوارد، ار اللي هو مين؟ ار اللي هو الريديوس اهو، ادي ار وده برضو بريديوس ار، والسيركل برضو بريديوس مين؟ بريديوس ار. فالاي حوالين اللاين ده بتساوي ار سكوارد على 4 في الاريا. ايه ده يا دكتور؟ يعني لما يكون الباب سيركل كامله زي نص زي ربع بيعمل نفس الاي؟ لا طبعا،
لان الاي في السيركل هنا بكام؟ باي ار سكوارد. طب الاي هنا بكام؟ باي ار سكوارد بس ديفايدد باي 2. طب الاريا هنا بكام؟ باي ار سكوارد بس ديفايدد باي 4. يبقى الاي هتختلف. طيب لو انا عايز اجيب الاي حوالين اللاين ده، الاي حوالين اللاين ده، ما تيجي نجرب تاني كده الخطوط الستريت. جايز نعرف نرسم اهو. تعالى يا سيدي اهو، تعالى نمسح ده. ها برضو ما عرفتش الاي حوالين اللاين دوت اهو. ادي لاين اهو، عرفنا اهو نرسم لاين. الاي حوالين اللاين ده اهو، والاي برضو حوالين مين؟ حوالين اللاين ده. هتساوي ايه؟ هل نرجع بقى للايه، للقلم بتاعنا. الاي هنا هتساوي، الاي هنا هتساوي ايه؟ برضو ار سكوارد على 4 في الاري. طب والاي هنا كام؟ قال لي برضو ار سكوارد على 4 في الاري. طب والاي هنا بكام؟ قال لي برضو ار سكوارد على 4 في الاري. يبقى واضح ان الرول ثابت في السيركل وفي السيمي سيركل وفي الكوارتر ايه سيركل. بص انا حافظها ازاي؟ انا حافظها كده، ريكتانجل يبقى 1 على 12، التريانجل يبقى 1 على 18، السيركل تبقى كام؟ 1 على 4. بص انا حافظها ازاي؟ شويه ارقام، 1 على 12، 1 على 18، 1 على ايه؟ 1 على 4. طب الكلام ده هنستخدمه في ايه؟ تعالوا نشوف. في المساله ديت بيقول لي determine the moment of inertia حوالين الكومبزيت اريا وعايز يجيب الاي حوالين الاكس اكسس مره، ادي الاكس اكسس اهو، وحوالين الواي اكسس مره تاني. بيقول لي زين فايند ذا بولر مومنت اوف انرجيا ات ذا اوريجين. طبعا الاوريجين اللي هو مين؟ اللي هو نقطه او. دي خلاص احنا ايه عارفينها. طب نحل مساله زي ديت ازاي؟ طبعا مش هنعملها انتجريشن، هتعملها ايه؟ هتعملها كومبوزيت. طب هنعملها ازاي كومبوزيت؟ اقول لك اول حاجه افتكر الاشكال اللي انت حافظها. انا حافظ ايه؟ انت حافظ الريكتانجل اهو. تعال بقى نرسم رسومات يبقى شكلها كويس شويه اهو. فين الرسومات؟ اهو انسرت شيبس. احنا عايزين ايه؟ عايزين ندخل ريكتانجل اهو. اهو ادي ريكتانجل. محتاجين كمان ايه؟ محتاجين كمان سيركل. لا مش ديت، اهي سيركل. محتاجين سيركل. محتاج اي كمان؟ محتاج مثلث رايت انجل اهو. اهو عايزين ايه؟ عايزين نفتكر سوا اللاين ده كان اخباره ايه، اللاين ده كان اخباره ايه، واللاين ده كان اخباره ايه. الاي انا طبعا بكتبها لكم عشان انتوا لسه ما حفظتوش. لو ده كان اتش يبقى الاي بكام؟ ب اتش سكوارد على 12 في الاريا. طب وهنا؟ قال لي لو ده بريديوس ار يبقى الاي هي ار سكوارد على 4 في الاريا. طب ولو ده كان مثلث رايت انجل زاويته 90 وارتفاعه اتش؟ قال لي تبقى الاي هي اتش سكوارد على 18 في الاريا. طيب انا حافظ دول اهم او شايفهم قدامي هستخدمهم. الخطوه الثانيه قال لي قسم الشكل بتاعك لاشكال اوريدي انت حافظها. واحد هيشوف الشكل ده عباره عن ايه؟ عباره عن مثلث اهو، مثلث ده، بعد كده يجمع عليه الريكتانجل دوت، بعد كده يطرح منه مين؟ يطرح منه السيركل. يلا بينا نرسم الكلام ده. انت قلت لي اول حاجه اعمل ايه؟ اول حاجه اقسم شيبس اهي، ويلا بينا نقسم.
ادي الاكس اكسس. تعالوا نرسم سهم كده طويل شوية اهو، ادي الاكس اكسس تمام، وادي الواي اكسس الشكل الاولاني، ادي الواي اكسس للشكل الثاني، وادي الواي اكسس للشكل الثالث. الشكل الاولاني كان عباره عن ايه؟ مثلث رايت انجل اهو، ادي المثلث الرايت انجل. بعد كده في مين؟ قال لي بعد كده في ريكتانجل اهو. كده انا رسمت صح؟ لا، كده انت رسمت غلط. ليه رسمت غلط؟ لان الريكتانجل ده بعيد شويه. بعيد قد ايه؟ هنكتب دلوقتي. وبعد كده في سيركل طايره في الهواء اهي، سيركل طايره في ايه؟ طايره في الهواء. السيركل دي جت يعني التخن بتاعها زياده شويه. تعالوا نشوف كده اهي السايز، تعالوا نخلي السايز ايه، نخلي السايز 1 اهي، اللون زي ما هو. نرجع نرسم الايه السيركل اهو، ادي السيركل بتاعي. تعالوا نكتب الدايمنشنز. الدايمنشنز بتاعتنا هي ايه بالنسبه للمثلث ده؟ كان هنا 300 وكان هنا 200 اهي، 300 وايه وده زائد ده 200. بالنسبه للريكتانجل كان بيبعد عن هنا 300. طب هو كان في كام؟ قال لي كان دول 300 وكان الهايت بتاعه 200. خلي بالكوا الكلام ده مهم. طب السيركل دي بريدياس كام؟ قال لي السيركل ديت بريدياس 75 ملم. طب السنتر بتاعها كان بيبعد قد ايه؟ شايفين بقى الطول ده كله؟ بكام بقى الطول ده كله؟ هنلاقي 300 زائد 150 يعني 450. طب ومن السنتر اللي هنا كان كام؟ كان 100. يبقى هنا في كمان ايه؟ 100. يبقى كده الشيب رقم 1، وادي الشيب رقم 2، وادي الشيب رقم 3. الخطوه اللي بعد كده حدد السنتر بتاع كل شيب. ايه ده سنتر؟ هو ده مش مومنت اوف انرشيا؟ مومنت اوف انرشيا، بس احنا هنحتاج نحدد السنتر. طب فاكرينه؟ فاكرينه اهو. ادي السنتر سي 1 بيبعد عن هنا مسافه اكس 1 وبيبعد عن هنا مسافه ايه؟ واي 1. الشكل الثاني اهو، ادي السنتر بتاعه سي 2 بيبعد عن الواي اكس 2 وبيبعد عن الاكس ايه؟ واي 2. طبعا دي ارقام كلها اقدر احسبها. نيجي للشكل الثالث، السنتر بتاعه فين؟ في النص سي 3، والمسافه دي هي اكس 3 والارتفاع ده هو الواي 3. الواي 3. طيب تعالوا بقى نحدد البروبرتيز بتاعت كل شكل. يعني الشكل الاولاني ده الاريا اي 1 بتساوي ايه؟ هاف البيز في الهايت. طب والسنتر فين؟ قال لي بالنسبه للاكس 1 هي تلتين ال 300. دي حاجات بقى من المحاضره اللي فاتت. طب والواي بكام؟ قال لي 1 ثيرد من ال 200. طيب نيجي للشيب اللي بعده. الشيب اللي بعده الاريا بكام؟ 2. قال لي بيس في هايت يعني 200 في 300. طب الاكس 2 بكام؟ قال لي الاكس 2 ب 300 بلس 300 ديفايدد باي 2 يعني كله على بعضه كده 450. طب والواي بكام؟ قال لي بالواي، الواي بايه؟ ب 200 ديفايدد باي 2 يعني 100. كله بالمليمتر. نيجي للشيب الثالث، الاريا بكام؟ الاريا بتاعته باي ار سكوارد يعني باي في 75 سكوارد. طب والاكس 3 ما هي على الرسمه ب 450، والواي 3 كانت بكام؟ كانت ب 100. ايه يا دكتور بس احنا هنا مش عايزين سنترويد، ده احنا عايزين اي اكس واي واي. تعالى بقى خلي بالك، انت حافظ ايه؟ انا حافظ ان اللاين يبقى عند السي. اللاين يبقى عند مين؟ يبقى عند السي. تعالوا نغير كده اللون عشان افهمكم قصدي ايه.
احنا هنا حافظين الاي لده، حافظين الاي لللاين ده انه كام؟ انه 200 سكوارد على 12 على 18 في الاريا، وحافظين لللاين ده، تعالوا نغير اللون، حافظين لللاين ده اهو ان الاي عنده بكام. خلي بالك الخط اللي بالاخضر ده قطع ال 300، يبقى 300 سكوارد على 18 في الاريا برضو. طب الشكل الثاني، الشكل الثاني احنا حافظين ان هنا شايفين الخط الاخضر ده قطع مين؟ قطع ال 300، يبقى 300 سكوارد على 12 في الاريا A2. طب هنا الخط اللي قاطع C3 هتبقى كام؟ الريديوس سكوارد على كام؟ على 4 في الاريا. طب والخط اللي بالعرض ده، الخط ده والخط ده، الخط بتاع السيركل برضو هيبقى 75 سكوارد على 4 في الاريا. طب وده الخط ده قطع ال 200، يبقى 200 سكوارد على 12 في الاريا اتنين. ايه بس مش ده اللي انا عايزه، ده انا عايز يا دكتور الاي حوالين الاكس اكسس وحوالين الواي اكسس. ادي الواي وادي الواي تاني وادي الواي تلاتة. هقول لك كده لازم تستخدم حاجة اسمها البارالل اكسس سيرم. البارالل اكسس سيرم دي بتقول ايه بقى؟ بارالل اكسس سيرم بتقول ان الاي عند الجي، او بلاش الاي عند الجي، الاي حوالين لاين بتساوي الاي عند الجي او عند السي، خلوها سي، الاي عند السي بلس الاريا في الدي سكويرد. لازم الترتيب ده، الاي عند السي او الجي زائد ازود عليها الاريا في مين؟ في الدي سكويرد. طب الاريا وفهمناها، طب ايه الدي ديت؟ قال لي ده بادي اهو، وادي السي، وادي الاي اللي نقصدها اللي عند السي، اهي ادي الاي اللي عند السي. عايزين بقى الاي حوالين لاين تاني بارلل للسي، البعد ما بين التو لاينز مين بقى؟ هو ده الدي. يبقى انت لو عند السي وعايز تروح للاين تزود اي دي سكوارد. طب لو انا كان معايا الاي عند اللاين وعايز الاي عند السي، قال لي تنقص اي دي سكوارد. ايه ده يعني انا ممكن ازود ونقص؟ لان خلي بالكم الاي دي سكوارد ده لو راح هنا هيبقى بالماينس. يبقى احفظها ازاي؟ تحفظها ان السمولست اي، سمولست اي ات مين؟ ات سي. فلو انت كنت عند السي وهتبعد الرقم يزيد، يزيد بقد ايه؟ يزيد باي دي سكوارد. طب لو انا كنت عند لاين وعايز اروح للسي يقل، فيبقى هطرح او ماينس اي دي سكوارد. الكلام ده تطبيقه ايه؟ الكلام ده يلخبط، انا عارف ان الكلام ده يلخبط، عشان كده هنعيده مره واثنين وثلاثه لحد ما يثبت في دماغنا. دلوقتي انا عايز اجيب الاي اكس 1، اي اكس 1. تعالوا كده معايا للحته دي، احنا دلوقتي باصين لده، ده اللي هامنا دلوقتي. هتقول لي ايه؟ هتقول لي ان الاي اكس 1 هي الاي اكس سي 1 زائد الاريا 1 في مين بقى؟ البعد ما بين الاكس والاكس سي هو واي 1 سكوارد. طب البعد ما بين الواي والواي سي هو اكس، بالعكس بالعكس. يعني بص، ما بين الاكس، الاكس بتاعنا والاكس سي، شايفين الخط اللي بالاحمر ده والخط بالاسود، البعد البرديكلر ما بينهم يومين هو واي 1، يبقى هو ده الدي. طب كله معايا؟ كله معاك. يعني تعالوا كده ناخد اللون، لون تاني، ناخد اللون الاسود مثلا اهو. الاي اكس سي بكام؟ انا حافظها 200 سكوارد على 18 في الاريا اي 1، ده الايه؟ ده الاي عند الاكس سي.
ازود عليها بقى مين الاريا 1 واضربها في ايه؟ واضربها في واي 1 سكوير. طب ما الارقام دي معاك. اه معايا. يعني الواي 1 بكام؟ اهي اهي ادي الواي 1 اهي. وفين الاي 1؟ ادي الاي 1 اهي. طب لو انا عايز اجيب الاي واي، لو انت عايز تجيب الاي واي اهو، هتبقى الاي واي 1 بتساوي الاي واي سي 1 زائد الاريا. بصوا مش هي واي واي، يبقى اكس 1 سكويرد. العكس بالعكس. طب الاي واي سي دي بكام؟ اهي اللي احنا كاتبينها بالاخضر اهي اهي. طيب بكام يعني؟ قال لي ب 300 سكويرد على 18 في الاريا، وهزود عليها بقى ايه؟ الاريا في الاكس 1 سكوير. الاكس 1 معايا؟ اه معاك اهي، والاريا 1 معاك. يبقى احنا جبنا الاي اكس والاي واي للشيب الاولاني. نيجي للشيب الثاني، هكرر نفس الكلام في الشيب رقم 2 اهو. يلا بينا اهو، ادي الشيب الثاني. الشيب الثاني عايزين نجيب ايه؟ قال لي عايزين نجيب الاي اهو، عايزين نجيب الاي اكس 2 هيبقى ايه؟ اي اكس سي 2 زائد الاريا 2 في ايه بقى؟ اكس واكس، يبقى واي 2 سكواد. طب يعني هتساوي ايه؟ يعني هتساوي الاي اكس سي 2 احنا كنا جبناها بكام؟ اهو هو ده اللي هو كان 200 سكواد على 12 في الاريا 2، وهزود عليه اريا 2 في واي 2 سكوير. طيب لو انا عايز اجيب، هنغير اللون دوت، لو انا عايز اجيب الاي اكس سوري الاي واي 2 هتساوي ايه؟ قال لي هتساوي اي واي سي 2 زائد الاريا هي واي واي، يبقى اكس 2 سكوير. كله معايا؟ اه كله معاك. ده الاي واي سي يعني 300 سكوارد على 12 في الاريا، وهزود عليها ايه بقى؟ اريا في اكس 2 سكوارد. اكررها تالت مرة، تالت مرة. الاي اكس 3 هتساوي ايه؟ الاي اكس سي 3 زائد الاريا في مين؟ اكس واكس، يبقى واي 3. الاي اكس سي اهي ب 75 سكوارد على 4 في الاريا. كل اللي هعمله ان الرقم ده هزود عليه ايه؟ اريا في واي 3 سكوارد. كله معايا. كذلك الاي واي 3 هتبقى اي واي سي 3 زائد اريا في ايه بقى؟ في اكس 3 سكوارد. طبعا الاي واي سي هي نفسها ايه؟ اه ايه 75 سكوارد على 4 في الاريا، وايه؟ ونزود عليها اريا في الاكس 3 سكوير. طب هنا يا دكتور معلش، انت حسبت الكل بارت لوحده، انا عايز التجميعه بقى، عايز الاي اكس كلها. انت كده حسبت لنا كل جزء لوحده، جمع لنا بقى. اقول لك تعال، الاي اكس هتساوي، هو انت قسمتها ازاي؟ اهو قسمتها يا دكتور لمثلث زائد المستطيل دوت ماينس السيركل بس. يبقى الاي اكس هي اي اكس 1 بلس اي اكس 2 ماينس اي اكس 3 اللي يطلع، يبقى هو الاي اكس للشكل كله. طب نفس الكلام، عايز اجيب الاي واي هتبقى ايه؟ هتبقى اي واي 1 بلس اي واي 2 ماينس اي واي 3. طب يا دكتور ده كان الراجل عايز يجيب الاي او، الاي او بس جمع الاكس زائد الاي واي بس وخلصت. طبعا كل دول اليونت بتاعتهم هتبقى مليمتر باور ايه؟ مليمتر باور 4. طيب يلا نكمل، تعالوا ناخد مساله كمان. المساله كمان دي هي نفس المساله، بس عملت ايه؟ اه هنا كان المسألة اللي فاتت كانت دايرة كاملة، كانت دايرة كاملة ايه؟ خليتها ايه؟ خليتها نص دايرة.
تفرق؟ تعال نشوف هتفرق ولا مش هتفرق. تقسيمة الشكل تاني للناس اللي مركزتش في الحل اللي فات اهو، عملنا ايه؟ رسمنا كده اكسس طويل يضم الناس دي كلها اهو تاني اهو، وبعد كده رسمنا واي للاولاني واي للتاني واي للتالت. بعد كده رسمنا في الاولاني المثلث اهو اهو، هذا المثلث. وبعد كده رسمنا مستطيل اهو ريكتانجل. بعد كده رسمنا ايه بقى؟ رسمنا سيركل. لا احنا هنا هنرسم مين؟ سيمي سيركل اهو. تعالوا نرسمه بقى فري هاند اهو. في هنا ايه؟ في هنا سيمي سيركل اهي. ايه الجديد؟ الجديد تعالوا كده ايه السايز نرفعه شويه، وتعالوا نجيب الايه السنتر بتاع الشيبس ديت اهو، ناخد اللون الازرق مثلا. مفيش جديد هنا في المثلث، هنا 200 وهنا 300 والسنتر هنا سي 1 على بعد 200 على 3 وهنا على بعد ايه؟ 200 ال 300. الشكل ده نفس الكلام سي 2، المسافه ديت اكس 2 والمسافه دي واي 2. اه نيجي بقى للشيب ده، فاكرين كنا بنقول ان ده سيمتري لاين وكان السنتر هنا سي 3، المسافه ديت هي اكس 3 ب 450 زي ما هي زي المساله اللي فاتت، لكن مين اللي هيختلف؟ الواي 3 هي دي اللي هتختلف. بس هو ده الاختلاف؟ لا لسه في اختلافات ثانيه. طب يلا تعالوا نجيب البروبرتس بتاعت كل شيب، يعني الاريا بتاعت الشيب الاولاني ده اي 1 بكام؟ قال لي ده مثلث يبقى هاف البيس في الهايت 200 في 300. طيب وايه كمان؟ تعال نزود السايز شويه. الاكس 1 بكام؟ قال لي بتلتين ال 300. طب والواي 1 بكام؟ قال لي بتلت ال 200. نيجي للشيب دوت، الاريا بتاعته اي 2 بكام؟ قال لي ب 200 في 300، لان دي كده 200 ودي كده 300. طب والاكس 2 بكام؟ قال لي 300 زائد نص ال 300 يعني 450. هو نفس الكلام المساله اللي فاتت. طب والواي 3 والواي 2 هتبقى 200 على 2 يعني 100. الشكل ده بقى، الشكل ده الاريا بتاعته بكام؟ قال لي باي ار سكويرد بس على 2. طب والواي؟ الاكس والواي، الاكس هتساوي كام؟ الاكس هي هي 450. الواي بقى الواي 3، المكان من هنا لهنا ب 100 اهو اللي هو ده، لكن انا حافظ الحته ديت انها 4 ار على 3 باي، يبقى معنى كده ان الواي 3 بكام بقى؟ ب 100 ماينس 4 ار، الار حطيتها ب 75 على 3 باي، دي كده هي الواي 3. ده أول اختلاف. طب نيجي للاختلاف التاني. نيجي للاختلاف التاني. عايزين نرسم لاينز بقى، اللاينز بتاعت مين؟ اكس وواي بتوعنا. تعالوا ناخد اللون الأخضر ده ونقول هنرسم اللاين بتاع أهو، السايز ده تخين قوي. تعالوا نصغر السايز. 3 لا نخليها برضو 1 اهو. شيب لاين، نيجي نعمل ايه اهو؟ اللاين بتاعنا اهو ده اللي احنا حافظينه، وادي اللاين بتاع ده اهو. خلي بالكوا هنا بقى اللاين هنا مش عند السنتر.
طب اللاين التاني كان ايه؟ اهو ادي اللاين التاني. انا بقى بكتب اللي انا حافظهم اهو اللي هو الاي سي اهو اهو. كنا احنا حافظين ايه بقى؟ اول حاجه ادي اللاين، الخط اللي بالاحمر ده قطع ال 300، هنا هيبقى 300 سكويرد على 18 في الاريا. طب واللاين ده قطع مين؟ 300 برضه، يبقى 300 سكويرد على 12 في الاريا اي 2. طب ده هو الريديوس سكويرد على 4 في الاريا اي 3. طب بالنسبه للاخضر، الخط الاخضر ده، الخط الاخضر ده قاطع مين؟ قاطع ال 200، يبقى هنا 200 سكويرد على 18 في الاريا. انا بكتب لكم كل حاجه بلونها. طب وهنا هيبقى 200 سكويرد على 12 في الاريا. طب وده هيبقى 75 سكويرد على 4 في الاريا. ده اللي انا حافظه. طب تعالوا نشوف بقى هنجمعهم ازاي. اول حاجه الشكل الاولاني ما حصلوش جديد، هتبقى الاي اكس 1 هي الاي اكس سي 1 زائد الاريا في مين؟ في الواي 1 سكوير. كله معاك. هي بس الاي اكس سي اللي هي بكام؟ اللي هي 200 سكويرد على 18 في الاريا، وازود عليها اريا واي 1. كذلك الاي واي هتبقى اي واي سي 1 زائد الاريا في مين؟ في الاكس 1 سكويرد. الاي واي سي اللي هي كام؟ اللي هي 300 سكويرد على 18 في الاريا، وهزود عليها اريا اكس 1 سكويرد. انا بعيد الكلام اللي فات عشان يثبت في دماغك. هنا هيبقى الاي اكس 2 اي اكس سي 2 زائد الاريا في مين؟ في الواي 2 سكويرد. والاي اكس سي 2 اللي هي مين؟ اللي هي 200 سكويرد على 12 في الاريا. كذلك الاي واي 2 هي اي واي سي 2 زائد الاريا في الاكس ايه؟ اكس 2. الاي واي سي 2 اللي هي بكام؟ اللي هي 300 سكويرد على 12 في الاريا. نيجي بقى للشيب الثالث ده. الشيب الثالث بالنسبه للاي واي ما فيهاش مشكله. اي واي هي الاي واي سي، احنا هنا 3 بلس الاريا في الاكس 3 سكواد، حيث الاي واي سي بكام؟ اهي بكام؟ ب 75 سكواد على 4 في الاريا. طب تعالوا بقى نحسب مين؟ نحسب الاي اكس 3. هنا في مشكلة. ايه هي المشكلة؟ تعالوا ننقلها هنا عشان تبقى واضحة لينا كلنا. اهو دي كده هي السيمي سيركل، وده كده هو الاكس اكسس. المشكلة ان انا حافظ هنا، ما حافظ الرول عند اللاين ده كان كام؟ قال لي كان ار سكوارد على 4 في الاري. قال لي خلاص انقله من هنا لهنا وزود المسافه دي سكويرد. اقول لك غلط، لان لازم يكون النقل عن طريق مين؟ عن طريق السنتر. طب ده السنتر يا دكتور موجود هنا، سنتر سي 3 موجوده هنا، والمسافه ديت من هنا لهنا هي واي 3 جبناها، والمسافه من هنا لهنا هي 4 ار على 3 باي. اقول لك يبقى لازم تنقل على مرحلتين. تنقل الاول من هنا لهنا، وبعد كده تنقل من هنا لهنا. ده كده صح. طب دلوقتي ده كده هو السنترويد، اللاين اللي بالاحمر ده هو السنترويد. انا معايا مين؟ معايا ده. عشان اوديه للسنترويد يقل بايه؟ دي سكويرد. لما وديه بقى مرة تانية لللاين الغريب يزيد بايه؟ دي سكوير. طبعا الدي اللي هنا غير الدي اللي هنا، حيث ديت من هنا لهنا دي كده دي 1، ومن هنا لهنا دي مين؟ دي دي 2. يعني معنى كده ان الاي اكس 3 تساوي، بصوا هعملها ازاي، هكتب ده الاول
اللي هو مين؟ اللي هو 75 سكوارد على 4 في الاريا. الرقم ده هوديه فين؟ هوديه للسنترويد، يبقى يقل، يقل ماينس سكوير في كام بقى؟ في دي 1. دي 1 هنا اللي عندنا اللي هي ب 4R على 3 باي الكل سكوير. بصوا اللي انا بروسته دلوقتي ده، اللي انا بروسته دلوقتي ده موجود فين؟ موجود عند الخط الاحمر السنتر. هنقله بقى مره تانية، فازود عليه اريا في البعد اللي هو مين؟ اللي هو واي 3 سكوير. جمع بقى، جمع ايه؟ جمع ان الاي اكس هي اي اكس 1 بلس اي اكس 2 ماينس اي اكس 3، كذلك الاي واي هتبقى اي واي 1 بلس اي واي 2 ماينس اي واي 3، ويبقى الاي او هي اي اكس بلس اي واي. مش فاهمين قوي يا دكتور الحته، وقعت مننا الحته دي، تعالوا نعيدها تاني، بس هنعيدها تاني للكوارتر سيركل. بصوا كده انا هشرح بس الكوارتر سيركل. يلا نرسم الاكسس بتاعتنا اهو، انسرت شيبس اهو عندي هنا، معلش ها انسرت، فين انسرت؟ اهي شيبس اهي، عايزين انسرت ايه؟ ارو اهو، اهو ادي الاكس وادي الواي. تعالوا نرسم ايه؟ ربع سيركل. ناخد بقى ايه؟ قلم عادي كده نرسم بيه اهو. الربع سيركل عامله كده، هنا لاين وهنا التاني، وادي الكيرف بتاع السيركل. السيركل ديت السنتر بتاعها فين؟ المفروض نكون حافظين هنا اهو، ادي السنتر سي ايه؟ سي 3. احنا بندرس بس الجزء الثالث. المسافة من هنا لهنا هي اكس 3، والمسافة من هنا لهنا هي واي 3. طب نحسبهم، يلا بينا. الاريا بكام؟ دي ربع دايرة، يبقى والريديوس ب 75، يبقى باي في 75 سكوارد على 4. طب الاكس 3 بكام؟ بص كده معايا، من هنا لهنا كان 450، يعني الحته دي كده كانت ب 450، هزود عليها 4R على 3 باي، يعني 450 بلس 4R على 3 باي. طب الواي، طب الواي هتبقى بكام؟ دلوقتي المسافه دي كلها ب 100 اهي، اللي هي دي ب 100، وانا حافظ الجزء ده ان هو كام؟ 4R على 3 باي، يبقى 100 ماينس 4R، الار ب 75 على 3 باي. جبنا الاريا، جبنا الاكس، جبنا الواي. يتفضل لك مين؟ يتفضل لك الاي اكس ويتفضل لك الاي واي. طب يلا بينا، عايزين نحسب مين الاول؟ قال لي عايزين نحسب الخط ده، الخط ده انا مش حافظه الخط ده. ما انت حافظ ايه؟ قال انا حافظ خط تاني خالص، انا حافظ ده. كان ايه ده؟ قال لي وكمان حافظ الخط ده. طب وده كان ايه؟ هقول تعال، تعال نفتكر سوا اهو. الخط الفيرتيكال ده كان 75 سكوارد على 4 في الاريا، والخط بالاخضر برضو 75 سكوارد على 4 في الاريا. طب عايزين نحسب الاي اكس 3، شايفين ده؟ ما ينفعش انقله للاكس على طول، لازم اعمل ايه؟ لازم انقله للسنتر وارجع تاني انقله لمين؟ للاكس. نقلة رقم واحد والنقلة رقم اتنين. النقلة رقم واحد الرقم يقل، يعني ال 75 ده اللي قلته 75 سكوارد على 4 في الاريا، اعمل فيه ايه؟ هيروح هنا يقل ماينس اي 3 في مين بقى؟ في الجزء الصغير ده اللي هو 4R على 3 باي كل سكوارد. تعالوا بقى نبروز الرقم ده كله على بعضه. الرقم ده كله على بعضه دلوقتي موجود عند سي 3، ازود عليه بقى اريا في مين بقى؟ في الواي 3
3 سكوير. كل دي ارقام معايا. طب احسب لي الاي واي 3 نفس الكلام. ال 75 سكوير ده على 4 في الاريا اللي هو الرقم ده، هعمل ايه؟ هنقله للسنتر الاول فالرقم يقل، فيبقى ماينس A3 في كام بقى؟ في 4R على 3 باي لكل سكوير. ده كده ازود عليه اريا في الاكس 3 سكوير. واضح ان الفورمولا متشابهة، بس بعد كده هتجمع بقى الاي اكس والاي واي لايه؟ لباقي المسألة. تلخبط شوية بس محتاجة تتسمع مرة واثنين وثلاثة ان شاء الله تثبت في ايه؟ تثبت في دماغ. الشيب ده، الشيب ده على نفس المنوال، عايزين برضو نحسب الاي اكس ونحسب الاي واي ونحسب مين؟ الاي او. اخر مسألة ونختم بقى الشرح بتاعنا، اي اكس واي واي ومين؟ واي او. الشكل ده يتقسم لايه؟ الشكل ده ممكن يتقسم لمستطيل كبير ونطرح منه مثلث وايه؟ كوارتر سيركل، نفس تقسيمة السنترويد لو تفتكروا. طب يلا بينا اهو، تعالوا انسرت الايه؟ الشيبس بتاعتنا. ارو كبيرة اهو للتقسيمة، بعد كده ده للاولاني، الجزء الاولاني، وده للجزء الثاني، وده للجزء الثالث والاخير. الجزء الاولاني عبارة عن مستطيل كبير. يلا بينا اهو، مستطيل كبير. التاني عبارة عن ايه؟ مثلث من هنا كده اهو، ادي خط من هنا وادي خط من هنا. بعد كده اللي بعده فيه مين؟ كوارتر سيركل. تعالوا حتى نعمل لها الحدود بتاعتها، بعد كده نعمل احنا كيرف بايدين اهو. ادي اللاين، في لاين هنا كده وفي لاين تاني هنا. يلا بينا ناخد بقى الايه؟ القلم العادي. تعالوا نغير لونه اخضر عشان يبقى كلها نفس اللون اهو اهو. طب الشكل دوت السنتر بتاعه فين؟ والله اهو انا شايف ان ده كان في كام؟ 3 و4 و3 يبقى 10 و6. السنتر C1 اهو على مسافة X1 Y1. الشكل دوت رايت انجل كان في كام؟ 3 في 3 بيبعد عن هنا 3، ادي السنتر C2. المسافة دي X2 والمسافة ديت ايه؟ Y2. الشكل ده عبارة عن ايه؟ ده radius 2 سنتر هنا، radius 3 ادي C3. المسافة دي هي X3 والمسافة ديت هي Y ايه؟ Y3. طيب تعالوا نحسب، نحسب ايه؟ لكل شكل نحسب اريا. هنا 6 في 10، الاريا هنا هي هاف بيس في هايت، والاريا هنا هي باي ار سكوير، الار ب 3 على 4. طب سنتر ده فين؟ اكس 1 بكام؟ بنص ال 10. واي 1 بكام؟ بنص ال 6. طب بالنسبه للشكل الثاني الاكس 2 بكام؟ الاكس 2 هي 1 ثيرد من الثلاث، الحته دي 1 ثيرد من الثلاث. طب الواي قال لي 3 من هنا لهنا 3، وازود عليها كام؟ ثلثين الثلاثه. الكلام ده قديم، الكلام ده قلناه في الليكتشر اللي فاتت، نفس المساله. طب نيجي للشكل دوت، المسافه دي كلها كام؟ 10، ونطرح منها 4r على 3 باي. كذلك الواي ارتفاعها كام؟ ناخد 6 اللي هو ده كله 6، ونطرح منه برده 4r على 3 باي. ده كده اول ايه؟ اول حاجه. يبقى واضح ان المساله لازم في الاول هشتغلها ايه؟ سنترويد لازم. طب هنا بقى الشكل ده، تعالوا نسمع اللي احنا حافظين. احنا حافظين ايه؟ تعال نرسم كده اللاينز بتاعتنا اهو. ادي لاين، مش الخط ايه ما اخترناهوش، ادي لاين اهو، ادي لاين اهو، وادي انا بكتب اللي انا حافظه، وادي الفيرتيكال هنا
وادي الفيرتيكال هنا وادي الفيرتيكال هنا. تعالوا نسمع اللي احنا حافظينه، تعالوا نسمع اللي احنا حافظينه. انا حافظ ايه؟ حافظ ان هنا قاطع التاني، يبقى التاني سكوارد على 12 في الاريا. طب ده 3 سكوارد على 18 في الاريا. طب ده ار سكوارد على 4 في الاريا. الكلام بيتكرر. طب ده قاطع 6، يبقى 6 سكوارد على 12 في الاريا. طب وده قاطع 3، يبقى 3 سكوارد على 18 في الاريا. طب وده برضو 3 سكوارد على 4 في الاريا. دي مين دي؟ دي الاي اكس سي. وده مين؟ ده الاي واي سي. يبقى انا لما اقول له هنا الاي اكس سي الاي اكس 1 هتبقى اي اكس سي 1 زائد الاريا اكس واكس، يبقى واي 1 سكوارد. الاي واي 1 هتبقى اي واي سي 1 زائد الاريا في ايه؟ في الاكس 1 سكوارد. طبعا هنا ادي الاي اكس يكتبه لكم تاني، 6 سكوارد على 12 في الاريا، وده كان 10 سكوارد على 12 في الاريا. والاي 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 والاكس 1 والواي 1 مكتوبين قدام. هنا الاي اكس 2 هتبقى اي اكس سي 2 زائد الاريا في ايه مين بقى؟ في الواي 2 سكوارد. الاي اكس 2 اللي هي بكام؟ اهي اللي هي 3 سكوارد على 18 في مين؟ في الاريا. كذلك الاي واي 2 هتبقى اي واي سي 2 زائد الاريا في مين؟ في الاكس 2 سكوارد. واي واي يبقى اكس، اكس واكس يبقى واي. والاي واي سي اللي هي بكام؟ اللي هي 3 سكوارد على 18 في الاريا. نيجي هنا كوارتر سيركل تاني اهي للي ما فهمهاش، تعالوا ايه نقولها تاني. عايزين نجيب مين؟ عايزين نجيب الاي اكس 3 هتساوي، هكتب اللي انا حافظه اللي هو 3 سكوارد على 4 في الاريا. الرقم ده اجيبه للسنترويد يبقى ماينس الاريا في 4 ار على 3 باي سكوارد. ده كله هنزود عليه اريا في مين بقى؟ احنا اكس، يبقى واي 3 سكوارد. صدقوا انا ما بصيتش، انا كتبتها هي زي المسالتين اللي فاتوا. يعني بصوا كده الاي واي 3 هتساوي ايه؟ 3 سكوارد على 4 في الاريا اس 3 هنقص اريا في 4 ار على 3 باي الكل سكوارد، والرقم ده ازود عليه ايه بقى؟ اريا اس 3 في اكس 3 سكوارد. انت قلت الشكل ده عباره عن ايه؟ عباره عن ريكتانجل ماينس تريانجل وماينس ايه؟ كوارتر سيركل. يبقى هقول له ان الاي اكس هي اي اكس 1 ماينس اي اكس 2 ماينس اي اكس 3. كذلك الواي هتبقى اي واي 1 ماينس اي واي 2 ماينس اي واي 3. ويبقى الاي او هي اي اكس بلس مين؟ بلس اي واي. وطبعا اليونت بتاعتي هنا هتبقى انش باور 4. انا باخد اليونت اللي على الرسمه وبستخدمها عشان احطها ايه في الفاينل سوليوشن بتاعي. كده يبقى انا قلت لكم كل اللي انا محتاجكم تعرفوه في شابتر المومنت اوف انرشيا. يعني في طريقتين لايجاد المومنت اوف انرشيا، الطريقه الاولانيه اللي هي باستخدام الانتجريشن، والطريقه الثانيه اللي هي باستخدام الاشكال اللي انا المفروض اكون حافظها. وواضح ان القصه كلها بتبقى في استخدام البارالل اكسس سيرم. ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا حاجه النهارده، وان شاء الله انا في انتظار اسئلتكم عشان اوضح اي نقطه ما وضحتش في الشرح اللي احنا شرحناه. سلام عليكم.